وهو الكتان اللي هو واحد من المحاصيل الزراعية المصرية اللي فيها قيمة اقتصادية عالية جدا، واللي من خلاله بنلبي احتياجات مصانع الغزل والنسيج وإنتاج زيت الطعام خصوصا الزيت الحار وكمان الأعلاف. طبعا يعني الكتان معروف، واجدادنا القدماء المصريين كان كل لبسهم او اغلب لبسهم مصنوع من الكتان، واستخدموا طبعا بذره الكتان فعلا كبير بالحاجات دي. كاميرا صباح الخير يا مصر رصدت موسم حصاد الكتان المصري في اراضينا الزراعيه، خلينا نشوف التقرير. شهر 3 و4 من كل سنة بيكون عيد بالنسبة للفلاحين، وده لأنه الوقت اللي بيتم فيه جني واحد من أهم المحاصيل الزراعية الموجودة في مصر واللي بتعبر عن التاريخ الفرعوني الأصيل. ولأن جدول اقتصادية مرتفعة وبيمثل عائد مهم جدا بالنسبة للمزارعين، الدولة المصرية قررت أنها توسع الرقع الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية، ووصلت لحوالي أكثر من 48 ألف فدان. كاميرا صباح الخير يا مصر قررت تكون النهاردة في محافظة الدقهلية علشان تحضر حصاد الذهب الأخضر، تحضر حصاد موسم الكتان. معايا ومع حضراتكم الحاج محمد أنديل، وهو مزارع هنا في محافظة الدقهلية، هيكلمنا على مراحل زراعة الكتان لغاية الحصاد. حاج محمد برحب بيك على مرحب بيك. صباح الخير يا مصر ومنورني، وعايز اعرف بقى احنا خلاص النهارده 3 و4 بالنسبه لكم دي ايام العيد اللي هي خلاص بتاعه الحصاد. ان شاء الله ان شاء الله. كلمني بقى على ازاي بقى بيتم حصاد. مرحب بيك وبالقناه بتاعت سعادتك. وزراعه الكتان دي زرعه طيبه جدا وربنا بيبارك فيها، على ان بيرزق منها بشر كتير. هي بتبدا من 15/9 وبتنتهي في شهر 4، ده بالنسبة للحصاد. بعد كده بتسافر إلى بلاد مخصصة اللي هي في الغربية اسمها شبرا ملس، بندرس الكتان وبنعطنه وبيدخل على التروبيل اللي يصنعه، وبعدين المنتج بتاعه يتباع. احنا بنزرع في شهر كام؟ بنزرع من 15/9 لغاية 15/11 حسب الأرض اللي هي هتنزرع، أما يكون جاهزة أو اللي متأجرها أو ملكه يبتدي يشتغل ويزرع فيه. ده كده قدامنا، ده خلاص كده، ده اتقلع خلاص. ده اتقلع خلاص ان شاء الله بعد اسبوع نكومه ونربطه، وبعد ما يتربط نحمله على الجرارات ونوديه محافظه الغربيه. تطورات كبيره وعديده عدت على محصول الكتان، يمكن كمان في محافظه الدقهليه المحافظه تصدرت المشهد بشكل كبير خلال الخمس سنوات اللي فاتت. طب ايه اللي حصل وايه التطورات اللي جدت على زراعه محصول الكتان؟ ده هيعرفنا عليها المهندسه فاطمه مرسي اخصائيه كتان محافظه الدقهليه. تحياتي لحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك. وعايز اتكلم على تطورات زراعه الكتان في المحافظه، وليه المحافظه اصبحت يعني محافظات جذب لصناعة الكتان فيها. محافظة الدقهلية كان يعني كان المستهدف بتاعها بسيط في السنوات اللي قبل كده، يعني مثلا في من 7 سنين المستهدف 4000 5000. اتفاجئنا ان في اقبال شديد سنة ورا سنة، بدأ يبقى 7 بدأ يبقى 9. السنة دي بسم الله ما شاء الله لأول مرة على مستوى سنين كتير محافظة الدقهلية تحقق 10000 فدان و577. الدور الكبير اللي بتلعبه الدولة في دعم زراعة الكتان بتقدم ايه للمزارعين؟ انتوا كبحوث برضو بتعملوا ايه؟ بتقدموا ايه للمزارعين علشان تكون زراعة الكتان دايما متطورة ودايما مطابقة للمواصفات؟ والله يا فندم بالنسبه لمركز البحوث بيستنبط سلالات للكتان باستمرار وبيمد المزارعين بيها، وبيبقى بتبقى متوفره للمزارع. طبعا دي بتكون اكثر ملائمه لبيئتنا وبتدي انتاجات بسم الله ما شاء الله عاليه، ومن يعني بصراحه اصناف في منتهى الجوده، وبتمد المزارعين بيها وبتتابعهم كمان وبترشدهم وبتنزل لهم الحقول بحيث ان هو يكونوا نموذج لغيره من المزارعين، وبتاخدنا معاهم يعني كناس في الارشاد مهندسين زراعيين بنتابع الحقول ديت وبنبص عليها. يعني بالنسبه للحاج محمد احنا بننزل نتابع برده ونشوف ارضه من زمان من اول الزراعه واحنا بنشوفها. طبعا العمالة المصرية من أهم عناصر نجاح حصاد أي موسم،
خصوصا موسم الكتان. ليه طريقه في التعامل وليه طريقه في شد العمدان اللي موجوده ديت؟ هنعرفها من الحاج عبد الله وهو احد المزارعين الموجودين. حاج عبد الله ازيك ومنورني. عايز اعرف يعني الكتان ايه الاسلوب بتاعه اللي هو بتشدوه بيه؟ ولا حد يشتغل فيه ولا اي حد يشده، ودي له شد مخصوص للرجال اللي شغاله في الكتان. يعني ازاي بقى يشتغل؟ ما حدش يشتغل بس من الساعه 3 لما الساعه 11 الظهر، بعد كده ما بعرفش نشتغل فيه لانه كنت نشف على ايديني وبعور بايديني. والله بالنسبه للكتان ده موسم بسم الله ما شاء الله ربنا برزقنا فيه وبرضنا فيه، و هو تعب شويه عشان خاطر الصيام، وربنا يبارك لصاحب الارض وصاحب الكتان، والحمد لله رب العالمين رزقته رزقه حلوه، رزقه ممتازه، واحنا بنستناه من كل عام مره لانه ربنا برضنا فيه وبنتعب فيه وبنشقى فيه، والحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله رزقه حلوه، وكتان كتان اي حد بيشتغل فيه، كتان اي حد بيشتغل فيه.